أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون.
أرسله معنا غدا يلقى ويلعب وإنا له لناصحون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وتركنا يوسف عند متاعنا وما أنت
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر والله المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. أعوذ بالله.